ماضي بدينا المرة الماضية نحكي عن البيسك كينيماتكس. أخذنا هون بيسك كينيماتكس وحكينا عن الحالة اللي فيها الريتد سبيد اتين. قلنا إذا عندي الريتد سبيد اتين in one flow journey اللي هي هاي ثلاث سيجمنتس. هاي السيجمنت الرابع هاي عندي 7 سيجمنتس تبعون الجيرني هاي. عندي هذا سيجمنت هذا سيجمنت هذا سيجمنت هذا سيجمنت 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 هذول 7 سيجمنتس. هذه في ريتد اللي هي الريتد سبيد وهذا بشكل عام الكيرف هو في اوف تي وهذه تي منهم. وبعدين حكينا انه هاي بتصير اف اذا كانت دي اللي هي الاريا تحت هذا الكيرف اكبر من اي سكوير في زائد v سكوير j بدون اثبات على aj then rated speed will be attained. قلنا هذا efficient هذا more efficient من الطريقة الثانية لثلاث اسباب او احسن بسبب رئيسي. السبب الرئيسي ليش هذا احسن من اني استعمل polynomial one single polynomial انه انا I will travel at rated speed في اللحظة فترة طويلة فمور افيشنت من ناحيه الزمن. وكمان ميزته انه هو بيبدا بزيرو سبيد وبينتهي بزيرو سبيد بيبدا بزيرو اكسلريشن بينتهي بزيرو اكسلريشن. هاي الميزه الثانيه. والميزه الثالثه انه الجيرك فاينايت فالجيرك فاينايت هذا بعطيني جود كومفورت. طلعوا شايفين هذا كيف هيك جاي في زي فيلتنج هون في السبيد. لو الجيرك ما كان فاينايت هاي بتكون هون شارب بوينت من هون. لو الجيرك مش فاينايت كان هذا الكيرف بيكون شكله بالشكل التالي. هاي النقاط بتعطيني discomfort للباسنجرز بسبب اني عملت الجيرك فاينايت بطلوا هدول هيك. نعم تفضل. انا ممكن استعمل الكيرف الثاني في حاله كان الاليفيتر بيطلع بينزل في الجيرنيز بدون باسنجر. ماشي ممكن جيد اوكي جيد. فيش عندي جودز ما في عندي جودز بالهذا ممكن وبسرع العمليه وبفرق على فكره الوقت. بتعرف الوقت ايش بفرق قديش هلا بتشوفه. تي اند تي بتساوي دي على في زائد في على اي زائد اي على جي اللي بقوله جروان. اذا بس اذا ما عندي ناس في المصعد بقدر استخدم هذا الكيرف من هون فما فيش عندي مشكله كمفورت. الوقت اللي بختصره هو الايت على جي. اذا اشتقيتوا المعادله راح تلاقوا لو اشتقيتوا معادله هاي وقارنتوها بمعادله هاي من ناحيه الزمن في اختصار للوقت. الاختصار للوقت تقريبا راح يكون اي على جي. اوكي طيب اذا عندي اذا صار هذا هلا بدنا نحط فكره قديش راح ياخذني حتى انتقل طابق طابق. راح نقسم العماره لمجموعه من الطوابق وراح افترض في ابسط حاله انه هاي العماره متساويه الارتفاع. المسافه ما بين مستوى طابق ومستوى الطابق اللي تحت منه قيم متساويه. هلا احنا بنرسم المعماري بحب يرسم هيك او المدني بحب يرسمها بهذا الشكل. هذا هون عمال بقول لي في كونكريت وهي الفلور ليفل فهذا بنسميه فينيشد فلور ليفل فينيشد فلور ليفل فينيشت لانه انا راح احط عليه يمكن احط عليه بلاط يمكن احط عليه خشب يمكن احط سجاد هاي الليفل هذا هو الليفل وهذا الليفل. ففينيش فلور ليفل لفينيش فلور ليفل هي مسافه الطابق. هذه راح نسميها دي اف اللي هي اقصر جيرني ممكن نعملها. اقصر جيرني هاي 1 فلور. هلا راح افترض انها متساويه وراح ارسمهم متساويات. فراح افترض عندي طابق ثاني هون وطبعا هذا الكونكريت شافت لو بدي ارسمه بشكل صحيح يمكن ارسمه بهذا الشكل. وهون نفس الشيء راح ارسم هذا بهذا الشكل من هون هيك. كاني على فكره ايش عملت؟ قصيت الشافت من هون عملت سكشن اخذت سكشن في الشافت. اللي عم بشوفه ايش هذا اللي مهشر؟ الهاتش كونكريت. خليني ارفع هاي شوي هون. خليني اخذ هاي هون. اخذتوا الهاتشينج بالرسم الهندسي. عندي
سكشن، انا اجيت قصيت سكشن في الشافت، انا بوقف هون مش هيك؟ المصعد بيجيني هون، هذا كله ستراكشرال. بعدين نفس الاشياء لما نيجي هون ننزل كمان طابقين، خلينا نشوف قديش بقدر اعمل طوابق، واحد اثنين ثلاثه، ما ضبطش معي هون كله متساوي، خليني ارفع هذا شوي، ارفع هذا هون. هاي صار عندي هون، هاي عندي هون ستوب 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 ستوب. كم ستوب عندي؟ راح افترض انه هذا الجراوند فلور، راح افترض انه هذا انترنس اكزيت فلور. الدخول عندي راح يكون من هذا الطابق، وبعدين عندي هذا راح اسميه واحد، هذا اثنين، هذا ثلاثه، وهذا اربعه. وعندي المسافات هاي دي اف دي اف وهون دي اف. اوكي، هلا راح يكون عندي حالتين ما بين طابق وطابق، في حالتين، يا اما بكون بنتقل من هذا الطابق لهذا الطابق، فبعمل لو نرسم بالاحمر الان الحركه تبعتي، راح احط هون خط احمر، راح امد هذول الخطوط هون، راح امد هذا الخط هون. هلا ممكن انا اعمل لو فرضت السرعه هون في اوف تي، هلا في عدم دقه بسيطه في رسمي، انتبهوا عليها، في عدم دقه بسيطه في رسمي، هاي ايش؟ مسافه مش زمن، مظبوط؟ هذا هون مسافة. هلأ هون أنا إذا بدي أرسم VT بالنسبة للمسافة شكلها بيختلف عن VT بالنسبة للزمن، بس أنا تبسيطاً عمالي بعمل هذا التبسيط وبقبل الخطأ، في خطأ بسيط. شكل الكيرف هذا، هذا بالنسبة لإيش مرسوم؟ بالنسبة للزمن. لو رسمته بالنسبة للمسافة شكله مختلف بكون، أوكي؟ بس انا هون بدي ارسمها زي شكلها بالنسبه للزمن، هذا التبسيط، وبدكم بدنا نتجاوز هذا التبسيط، بس هو مش دقيق 100%. فراح اجي ارسم من هون، هلا اذا طلعت بهذا الشكل، وخليني افترض الان انه هون عندي توب سبيد اتيند ان ون فلو جيرني، راح افترض انه عندي هيك. هلا ممكن اعمل هاي الجيرني، مظبوط، وممكن اعمل هاي الجيرني، ممكن انا امشي هيك، ممكن امشي هيك مثلا اذا رايح، ممكن امشي هيك، وممكن امشي هيك. بس حتى بجيرني واحده، هل اتيند، هل التوب سبيد كانت اتيند، الريتد سبيد اتيند؟ نعم، هيا. وهي الحاله راح نركز عليها، لانها ابسط حاله. الامور بتصير اعقد اذا ما كان عندي توب سبيد نوت اتيند. لو رسمنا الرسمه الثانيه اللي فيها الريتد سبيد نوت اتيند، حيكون شكلها بالشكل التالي. لو كان عندي عماره عاليه ورفعت السرعه، ممكن ما الحق في جيرني واحده اني اوقف، فراح اعمل زي هيك، فهون لما انتقلت طابق واحد ما وصلت الريتد سبيد، ولما انتقلت طابقين فهذا الشرط ما تحقق في حالة الطابق الواحد أو الطابقين أو الثلاثة. إمتى بدأ يتحقق؟ في حالة أربع طوابق وصلت السرعة. هاي حالة مقبولة، هاي بتصير عادة في العمارات العالية والسرعات العالية. بس إحنا رح نبسط الأمور ونفترض إنه عندي rated speed attained. يعني إذا بدي أقارن هاد بهاد، ونرسمه هذا جنبه بالأحمر، رح يكون عندي حالة مختلفة، رح يكون إشي زي هيك. هون الريتد سبيد اتيند، الريتد سبيد اتيند حساباتها اسهل بكثير من الريتد سبيد نوت اتيند، الحاله هاي اللي موجوده هون. هاي بعدين رح ندرسها بتفصيل اكثر بعدين، عشان ما رح نرد نرجع لها هلا في القريب العاجل، رح امحي هاي الحاله اللي هي الريتد سبيد نوت اتيند اللي كانت بالازرق، ورح نركز على الحاله اللي هي الريتد سبيد اتيند بالحاله هاي اللي موجوده هون. نعم تفضل. دكتور اذا انا بوصل الريتد سبيد على جيرني بين الستوب، نعم
او شورت ديستانس ولو سبيد. مظبوط كلامك، صح صح. انا اذا عمالي بحاول اجبر نفسي اني اعمل هيك رح الاقي طلعت، بس انا اللي رح اشوفه هون، يعني اعطيك امثله، خلينا ناخذ امثله. هل في ارقام واقعيه ممكن تحقق هذا الشرط ولا لا عشان نجاوب سؤالك؟ لانه انا ما بدي هاي اكسلريشن اذي الناس، مظبوط. خلينا نطلع اكزامبل. لو كان عندي دي اف الطابق الواحد 4.5 متر، 4.5 متر يعتبر كبير شوي بس ممكن يكون موجود في مكاتب فاخره. 4.5 متر من الطابق للطابق. السكني قديش تقريبا بتتوقعوا من طابق لطابق؟ 3 تقريبا، 3 متر. بس هذا هون يمكن يكون مكاتب مثلا او شيء تطبيق معين، عندي شيء عادي. واجيت حطيت في بتساوي 1.6 متر بالثانية. هلا 1.6 متر بالثانية ما راح يكون العمارة عالية، هذا السبب انه السرعة هون منخفضة، يعني راح تكون هاي يمكن مثلا 5 طوابق 6 طوابق 1.6. وحتى احط ارقام منطقيه للاكسلريشن راح احط 1 متر بير سكند سكوير، والجيرك راح احطه 1 متر بير سكند كيوب. خلينا نطلع هل التوب سبيد الريتد سبيد اتينت في هاي الحاله ولا لا. لما نيجي نحسب الحسابات راح نعمل تشيك هذا، وانا راح احط انا كويشن مارك، راح احط كويشن مارك هل هذا الشرط صحيح. اذا هذا الشرط صحيح بعدين ايش؟ اذا ريتد سبيد اتينت، واذا ريتد سبيد اتينت بعدين بصير عندي تي بدها تساوي لهاي الجيرني بتساوي دي على في زائد في على اي زائد اي على جي. نعمل تشيك نحسب. اذا هذا لو عوضت هذول الارقام اللي موجوده هون راح الاقي عندي اي 1 مضروب في 1.6 زائد 1.6 تربيع مضروبه في 1 على 1 في 1 1 مضروب في 1، وهذا بيساوي 1.6 2.56 4.16 مش هيك؟ 4.16 متر. هلا بسأل السؤال، هل هذا الشرط متحقق؟ لا هي متحقق، مش 4.5 اكبر من 4.16 اسف. متحقق الشرط مش هيك؟ إذا المسافة تبعت الطابق أطول من المسافة المطلوبة حتى تعمل ريتد سبيد اتينت. هلا هو مش راح يضل عليها غير فترة بسيطة جدا، بس خلص انتهى، تحقق الشرط، وصلنا السرعة اللي بدنا إياها. راح أوصلها لفترة بسيطة وأرد أنزل مرة ثانية. إذا هون الشرط تحقق، إذا قديش راح يكون الزمن؟ راح يكون تي بالحالة هاي بيساوي 4.5 على 1.6 زائد 1.6 على 1 زائد 1 على 1 وتساوي تطلع 5 5. اذا لما انتقل انا طابق واحد من هون لهون راح اوصل للريتد سبيد اللي هي 1.6 وراح تاخذني 5.41 سكندز. طيب نسالكم سؤال، لو بدي امشي طابقين من هذا الطابق لهذا الطابق قديش راح ياخذني وقت؟ اذا انا قلت لك انه طابق واحد 5.41 وانه الريتد سبيد اتينت اقل من 10، اقل من ايش؟ من الضعف. اقل من الضعف، تمام. ليش؟ لاني اوريدي انا حطيت ضريبه التسارع والتباطؤ مش هيك؟ اذا الزياده كاني عمالي بنتقل على اي سرعه؟ ريتد سبيد. اذا قديش راح تكون؟ راح تكون زائد المسافه اللي باخذها حتى انتقل على توب، على انتقل طابق كامل as if I was traveling at top speed. هي السؤال اللي سألته دونا المرة الماضية، لو أنا دخلت من هون وطلعت من هون أنا ماشي على top speed، أنا عمليا بعد ما خلصت ووصلت الأكسلريشن راح أضل ماشي على top speed، مظبوط؟ صح. هلا مرة وقفت هون ومرة وقفت هون، الفرق بينهم هو المسافة بين الطابقين الزيادة، فراح تصير عندي هلا تي الجديدة 2 floors راح تكون 5.41 زائد 4.5 على 1.6. كل طابق زياده الان باخذني. هلا هذا ما كان صحيح لو انه الريتد سبيد مش اتيند مش هيك، بس بالحاله هاي صحيح، عشان هيك هذا بسهل لي المعادله الان. فانا كاني عمالي بضيف سيجمنت. هلا كل ما اضيف الطابق انا اوريدي دفعت ضريبه قديش على فكره؟ ضريبه التباطؤ والتسارع هي في على اي زائد اي على جي، لانه لو انا منتقل التوب سبيد قديش بتكلفني؟ دي على في، بس انا كل مره بعمل ستارتنج وستوبنج عم بتكلفني في على اي زائد اي على جي، لانه الجيرك على فكره مش فاينايت.
لو الجيرك فا انفينيت زي ما سأل جروان بصف عندي في على ايه، هاي هي الفتره اللي حتى اتسارع واتباطا فيها. اوكي فهي قديش تطلع؟ 4.5 على 1.6 زائد 5.41 28 سكند. ولو مشيت ثلاث طوابع بضرب الترم ما حتصير عندي، نضرب هذا في 2 فبصير عندي 5.41 زائد 2 مضروبه في 4.5 على 1.6 وهكذا. فاهم؟ بتزيد، فكل مره بتزيد عندي طابع واحد. نعم. لو عوضنا المعادله الاولى غيرنا دي تطلع معنا نفس الجواب؟ مفروض اه، مفروض يطلع معك بتغير دي بالضبط. ما هو انت لما بتغير دي عم بتضيف لها دي جديده، ولما بتضيف لها دي جديده كانك عم بتضيف دي اف على في زائد دي اف على في زائد دي اف على في، وهذه كونستنت. ضريبة الثمن التسارع والتباطؤ ضل نفسه، كل مرة عم بزيد طابع عم بمشي زيادة. معادلة حلوة وسهلة لأنه الريتد سبيد اتيند، وهي بتسهلنا المعادلة. هاي هي المعادلة. هلا المعادلة رح نشتقها مبنية على أساس هذا الأسامشن. خلينا بس آخر شيء نحط هاي قديش تطلع هذه القيمة لو جمعت لها 11.4% سكن. هاي هذا زدنا طابع زدنا طابع، لو زدت قد ما بدي طوابع بضيف كل مره 4.5 على 1.6. نعم تفضل. اوكي.